بعد مشاركة لافتة في بطولة إفريقيا، تجد الملاكمة المغربية نفسها في مواجهة منافسين من عيار ثقيل في بطولة العالم. البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من 5 إلى 15 من أكتوبر الحالي، استعد لها الملاكمون المغاربة بمعسكر خارجي قبل وضع اللمسات الأخيرة خلال تجمع بمدينة أزمور. يلا مؤخرا جينا من العاصمة هافانا كوبيا، كان عندنا معسكر تما اللي كنظن ان الدراري كنتمنى باش يكونوا استفدوا منه. الاسبوع المقبل حنا على الابواب ديال بطولات العالم، ان شاء الله كل عزم باش يشرفوا الملاكمه المغربيه. 8 ملاكمين من مختلف الاوزان يمثلون المغرب في بطوله العالم المؤهله الى اولمبياد ريو دي جانيرو في العام 2016، رغم ان غالبيه العناصر تفتقد التجربة المطلوبة لتظاهرة من هذا الحجم، فإن طموح البعض منهم يفوق تجربته. أغلبية الملاكمين ما عندهمش تجربة، وإن شاء الله مي واخا ما عندهمش تجربة مي متدربين متمرسين جدا وعازمين وعندهم إرادة باش يديروا الميداليات إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله بدون تجربة ولا الآخر إن شاء الله الدراري اللي داروا ستاج اللي قمنا به في هافانا خذوا منه تجربة قوية، وكانت عندهم مقابلة في دبليو إس بي، إن شاء الله نتمنوا يبادروا ويهزوا الرأي المغربي. محمد العرجاوي يشكل الاستثناء داخل هذه المجموعة، مشاركة أولمبية وعالمية، تألق على المستوى القاري، كلها تجارب جعلت منه واحدا من أفضل الملاكمين في العالم في وزن 91 كيلوغراما. العرجاوي يضع خبرته رهن إشارة زملائه في المنتخب ويراهن على صعود البوديوم. ممكن التحفيز ديالهم نعاونهم بالنصائح شي حوايج اللي دزت منهم انا نوريهم لهم، وملاكمين تبارك الله ملاكمين اللي في المستوى، ملاكمين اللي طامحين باش يحققوا نتائج في المستوى وغيكونوا مزيانين ان شاء الله في المستقبل. انا عازم باش نحقق احسن نتيجه في هذه بطوله العالم والوصول للبوديوم، ما غاديش من اجل المشاركه فقط، غادي باش ندافع على الحظوظ ديالي في هذه بطوله العالم. انا تختاريت من احسن الملاكمين في الوزن ديالي اللي كاينين في العالم، وان شاء الله غادي باش نثبت هذا الاستحقاق هذا ونوصل للبوديوم ان شاء الله. جامعه الملاكمه من جهتها حتى وان كانت تؤمن بان حظوظ اغلب الملاكمين في التتويج تظل ضئيله، فهي مع ذلك تراهن على الا تكون المشاركه من اجل المشاركه فقط. بغينا نكونوا نمشيو في هذه بطوله العالم يعني اكثر عدد من المقابلات باش الملاكمين ديالنا ياخذوا واحد التجربه العالميه وتعرف بلا نو بوكسور ايل سون لي بروميي ان افريك. دونك لوبجيكتيف برينسيبال سو دافوار دو تيستي نو كاباسيتي على ليشلون انترناسيونال اي بور فالوريزي نوتر بوكس. Et les résultats dont dépend nos combats vont être un baromètre pour l'évaluation de la boxe marocaine. الطريق نحو أولمبياد ريو 2016 يمر إذن بالضرورة عبر العاصمة القطرية الدوحة، فهل سيكون سالكا للملاكمة المغربية؟